نجمتنا اللبنانية هيفا وهبي، ألف مبروك حلاوة روح. ميرسي عماد، الله يبارك فيكم. بونسوار. أكيد وبعد طول انتظار أكيد انطلق الفيلم، مثل ما شايفة صحفيين حواليك، شو بتقولي على هالصور الحلوة دايما بتشوفيها؟ بشرفني وبيسعدني انه انا موجوده هلا هون بيناتكم، بس اذا بتسمحوا لي انزل لانه شوي تاخرت عن الناس. ما تنزلي حياتي. طبعا مبسوطه كثير انه افتتاح ببلدي و قلبي عم بدق. ان شاء الله خير، يا رب يعجبكم الفيلم. استاذ محمد، الى جانبك الرائعه النجمه هيفا وهبي، وخلص العرض بدنا نقول لكم الف مبروك انتم مع بعض. الله يبارك فيك يا حبيبي. الله يبارك فيك. استاذ حكيم، ايه رايك بالفيلم؟ الف مبروك. الفيلم طبعا تحفه، ونجمه الكره الارضيه ادت اداء رائع وخلتنا كلنا يعني واقفين مش عارفين، يعني وقاعدين مش عارفين نقول ايه من المشاعر اللي كنا واحنا كنا مستنيين الاحداث حدث بحدث ورا الاحداث، ومستنيين هي ايه اللي يحصل معاها، وايه في 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 سسبنس في في في, في الحدوته. ربنا يخليك. ميرسي. ربنا يخليك. روح، الفيلم رائع جدا جدا. شو شعورك هل بالعرض الاول وامام كل الموجودين؟ يعني له شعور خاص العرض اليوم؟ انا بقول لك تعال. ايه صراحه، تعال يا سامي. تعال يا محمد. يا سامي. تعال يا محمد. هي متوترة دلوقتي. بس الرجالة كرهوك قوي من الفيلم ده. لا يعني هم غاروا مني بس. والستات. والله بقى أنا يعني عملت الستات بيغيروا من هيفا. لا الكل بيحب هيفا على فكرة. لا والله بيحبون هيفا. الفيلم هيدا هو رسالة لأكيد العنف ضد المرأة، لمجتمعنا، للجمال نقمة، كم رسالة في هذا الفيلم؟ يعني كم رسالة بيقول لك ده كله رسائل. قديش في رسائل هذا الفيلم؟ العنف ضد المرأة، المجتمع القاسي، جمال نقمة، في رسائل كتير هذا الفيلم خلال هيفا. عد بقى الرسائل زي ما انت عاوز. جمال نقمة، المجتمع قاسي، احيانا بتبقى الست لما تكون حلوة وزي القمر وجميلة تبقى الحلاوة دي جايبة لها مشاكل كتير. كل دي رسائل تقدر تعدها في الفيلم. هيفا، شو بتقول لك كل محبيني بكل العالم عن الفيلم؟ انه يا ريت تعمل لهم دعوه انه تفضلوا احضروا حلاوه روح، شوفوا روح الرائعه بهذا الفيلم. ميرسي عماد. هن ما يعني الدعوه صارت واصله للكل، واهلا وسهلا فيهم يجوا يشوفوا الفيلم. ومبسوطه كثير العجقه اللي عم تكون بالسينما، وان شاء الله يعجبهم الفيلم. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. بالف مبروك يا رب. العرض المقبل وين حيكون؟ حتكوني بكل الافتتاحات ان شاء الله بكل الدول العربيه؟ عندي تصوير مسلسل، ما راح اقدر اكون بكل الافتتاحات، بس ان شاء الله حسب وين نقدر نكون راح نكون، بركي بدبي بمصر.